مشاهدي شاشه قناه الشروق الفضائيه في كل مكان، رمضان كريم، صوموا وافطروا على خير، ربنا ان شاء الله يتقبل منكم الصيام والقيام وصالح الاعمال. اهلا ومرحبا في حلقه جديده مع كل الود والتقدير. هذه المساحه الانسانيه الخالصه العامله بالمحبه والخير والايمان التي نحكي فيها، نتداول قصص وحكايا المتعففين الذين عانوا الامرين، عانوا مر الفقر ومر المعاناه. اهلا بكم. اليوم نحن نحكي قصه في حضره اخوتنا وداد ارمله لعدد من الاطفال اكبرهم 10 سنوات، تسكن في منزل اخوها رفقه والدتها الارمله، وما برضو ارمله، وبتعمل في بيع الشعريه والمكرونه، وما عندها وصفه لنفسها. وداد كان عندهم بيت، بسبب المشاكل بقى هسه ما عندها بيت، ساكن في بيت اخوها. خلونا مع بعض نسمع الحكايه من وداد ونشوف قصتها. مرحبا بك. مرحبا بك، اهلا بك، كل سنه وانت طيب، رمضان كريم، ونحييكم وزرتونا في دارنا واهلا بكم حبايبي. وداد احكي لنا اول حاجه، انتم ساكنين هنا 200؟ والله انا سكنت 2020، جيت هنا سكنت مع امي، وامي سكنت 2017 هنا تقريبا. قبلها كنت من السنين الابيض، منطقه اسمها جوده جنوب محافظه الجبلين، وكنا هناك، ووالدي كان بيعمل بالزراعه الاليه المطريه على مشاريع الرنج والحداد. بعد الانفصال بعد ذاك يعني كل الناس رحلت من الحتات دي، وبقى حتى الناس اللي عندهم مشاريع هنا خلاص الناس انفصلوا، الجنوب بقى برا والشمال يعني الناس اختلفوا. بعد ذاك احنا رحلنا، ناس الوالده رحلوا هنا، وانا كنت متزوجه وسكنه في محل. ابوك من جنوب السودان؟ لا، ابوي من قبائل الغرب، لكن كانوا بيعملوا مشاريع هنا. بعد الانفصال؟ بعد الانفصال رحلنا هنا، لكن الوالد توفق قبل ما نرحل هنا. رحلتوا الخرطوم كلكم؟ رحلنا كلنا. الفترة دي كنت مزوجة أنت؟ لا ما كنت مزوجة. رحلتوا الخرطوم وين؟ والله كنا قاعدين مع أختي الكبيرة في جادين هنا. جادين؟ أي. وأنا تزوجت وسكنت محل جبل أولية، كنت مزوجة من أولاد الغريب اسمه محمد صالح عبد الواحد ذهب نورين. وبعد ذاك عندي بيت في منطقة اسمها والدياب هنا، وفجأة الجيران اتصلوا علي قال لي يا وداد بيتك اللي انت مشتريه ومحدثان ليه في زول جقع تمني فوق. فقمنا رحلنا رحول اضطراري، وجينا نزلنا في بيت يعني عبارة عن مساحة فاضية من كل الاتجاهات. ده بيتك اللي بتقصدي ده؟ بيت اللي بقصده ده. نزلت فيه عفشي، والوطاء اصبحت، عملت لي راقوبة وقعدت فيها، وجا جارنا قال لي يا وداد اولادك صغار خش في بيتي. عبارة عن اوضتين وفيه حمامات. قعدت فيه وكنت براغب يعني، بجي من الصباح بقعد في الراكوبة مع أولادي الأربعة ديل، عندي الكبيرة أميمة، وعندي بعديها أحمد، وعندي أساور، وانتصار كان الصغير بترضع. كنت يوميا بقعد هناك لحد ما عانيت معاناة شديدة. فجأة كده زول جا قال لي إلا تطلع من البيت، والبيت ده حقي وأنا مشتري من واحد. لما أبيت كنا قاعدين كده مع اولادي بنفطر، جابوا لنا ده دي قطعة ارضك انت ولا ده البيت اللي رحلوك عليه؟ دي قطعة ارضي انا اجيت فيها. لما جيت وقعدت فيها جابوا لي عربية فوق عبارة عن 17 عسكري، ولما ومعاهم واحدة محامية اسمها دلال حسن عباس الجزوري. رفعوني انا واولادي في عربية الشرطة وجابوني قسم 50 ودخلوني الحراسة. بعد ذاك اتصلت على زوجي في محل الجبل الاولي، لما جاء قال لهم طلعوا لي زوجتي واولادي هنا، هنا راجعين في بيتنا. بعد ذاك دخلنا محاكم مع زول القلب. اي من 2019 المحاكم شغالين اثناء المحاكم شغاله زوجته. 2020 شهر 11 يوم 13 زوجك توفى. اي طيب، بعد المحكمه بدات انتوا جيتوا سكنتوا بيت اخوكم هنا؟ لا كنت قاعده في بيتي. في بيت المحكمه شغاله؟ المحكمه شغاله، انا قاعده في بيتي، ويعني اخواني ساعدوني ووقفوا معايا، وبدينا نبدا في الحوش، بنينا في الحوش، وزوجي ذات وقف معانا، بنينا غرفه بتاع الجالوس،
وعملنا حمامات وحوشنا الحوش قعدنا فيه لحد ما زوجي ده عنده زوجتين هنا غيري في مايو. بعد ده قال لنا يوم الجمعة أنا جايكم، فجأة ماشي محل سيباية وقع في نص الطريق وتوفى. قبل لنا الخبر بعد ده طوالي شالوني ودوني هناك على أساس أنه نحضر الجثمان، ما حضرنا الجثمان مشينا متأخرين لأنه كانت المسافة بعيدة، وطوالي بعد ما رفعوا الفراش جابوني هنا بيتنا صموت أنا ما طلعت منه اللي هو المكان اللي سيقع عايشين فوق. عايشين فوق بعد ذاك بالتل كبيرة دي كانت في مدرسة اسمها الغمارات، حتى هنا بعيدة يعني من المنطقة دي إلا بنأجر لها يوميا. سكت أولادي وجيت هنا قعدت مع ناس أمي ونزلت بالتي سنة تانية وناس أحمد دي البدو من سنة أولى هنا. أحمد بيقرأ هسه في مدارس الودي وأساور برضو بتقرأ في سنة أولى، وهسه عندي انتصار في روضة بوليفيا العالمية الحديثة. دي الأعمار كم؟ أميمة 10 سنوات موالد 2013، أحمد 2014 شهر 9، أساور 2017 شهر 5، انتصار 2018 شهر 10، يعني 4 سنوات 7 سنوات 9 سنوات 10 سنوات. جميل. دي حالة أخت الوداد اللي حصلت لها الأحداث دي كلها من ما جاءت من جنوب النيل الأبيض من جودة، استقرت مع أخوتها بعد شوية جو سكنوا في بيتهم الخاص قطعة الأرض حقتهم وبنوها وبدوا يأهلوا فيها. بعد التأهيل حصلت نزاعات بينه وبين شخص آخر في قطعة الأرض وفي البيت ده. بعد شوية المحاكم شغالة، وداد توفى زوجها وجاء الخبر، وبالتالي انتقلت لأنه تستقر مع أمها في المنزل ده، واستقرت مع أمها لأنها فقدت زوجها. أمها هي ذات أرملة الآن بتعيش هي برفقة أطفالها اللي أكبرهم عمره 10 سنوات زي ما سمعنا. هسي أنت بتشتغلي شنو؟ والله أنا بشتغل جميع الشغل. أول لما طلعت من الحجاز بديت أجيب ملابس من سوق ليبيا، حاجات بسيطة كده نزلصة بشتري وببيع فيها. في واحدة قامت قالت لي يا وداد انت احسن تمشي سوق الجوجو، وسمعت بحاجة اسمها جوجو. بقيت برضو اجيب من سوق الجوجو اشتغل وابيع واشتري. بعد ذاك بعد فترة سمعت انه في كافتيريا في الزلط بيجيبوا الفراخ، والفراخ ده بيشيلوا منه جزء عشان يطلعوا منه الشاورما وباقي الفراخ يبيعوا للآخرين. فقمت مشيت وطرحت له الفكرة وقلت له انا ارملة ودار اشيل منك كمية عشان اوزع على الناس الحين. فقام قال لي ما في مشكلة. بعد ذلك بقيت أمشي أجيب الفراخ، بأجر لي ركشة بجيب الفراخ، بدفع منه حق الركشة، بشتري الفرخة بتبنبية ببكة بألف ده يعني مرتين في الأسبوع، مرات الظهر مرة واحدة في الأسبوع. فقام حتى في واحدة برضو هنا صاحبتي قلت لي يا وداد برضو زوجي بيشتغل نقاشة برضو تعالش لجراد البوماستيك، أي حاجة في الدنيا أنا بشتغل، ما عندي أي مشكلة. اليومين الفاتت كنا بنشتغل في واسط الأبريق، يعني اي حاجه بتدور لي مصدر شغل انا بشتغلها. ما عندي حاليا ما عندك شغل ثابت؟ ما عندي شغل ثابت، لكن لو لقيت لي شغل ثابت وريحني وقعدت في خشم بابي انا شايفه ارحم. مثلا شنو يعني؟ يعني حتى لو لقيت زول جاب لي ثلاجه تعمل شنو؟ بجيب فوق الفراخ دي بخطه ممكن اعمل ايس كريم، حتى انه في منطقتنا دي ما في ايس كريم لولي. الحاجات دي قلت ممكن اجيبها زي الحلويات والشوكولاتات، اعمل لي طبليه برجع خشم باب وابيع الحاجات. ثلاجه تحطي فيها الفراخ اللي بتجيبيه ده؟ هسا انا مرات بنطر لانه ما عندي ثلاجه بقوم بدي الناس بديل، لكن لو اصلا عندي ثلاجه ما بمسك اي زول من ايد اللي بتوجع ما بتجيب، ما في لحمه اصلا بشتريها بديل. لكن هسا انا مضطره بقيت حتى انه بديل ممكن ادي. حاليا انت بتشتغلي اي شغل؟ بشتغل مره عواسة تابري، مره تبيع الشعريه والمكرونه، مره تجيبي الفراخ لما يشيلوا اللحمه اللي بيعملوها شاورما الباقي بتاعه ده الفيو والعظام وبقيه اللحمه ده تبيعوه، تجيبيه بفرقه بسيطه وتبيعيه للناس. يعني اي شغل انا لو لقيته بشتغل، هسه لو لقيت برضه محل بتاع اتصالات بوتيك اي شغل بشتغل، ما عندي مشكله. طيب الاولاد في المدارس قاعد يعينك عليهم منو؟ أولادي في المدارس والله الحمد لله يعني مدارس حكومية، وكل المعلمات يعني ناشدوني قال لي يا وداد طالما أولادك ده الأيتام نحن ما داري منك رسوم وما داري منك أي حاجة، فبس أنا بساهم معاه من ضمن الناس اللي بساهموا، يعني لو في مساهمات من ضمن الناس. حتى ست الروضة ذاتها يعني بتقدر مجان، لكن لو في رحلة بدفع حقها، لو في تخريج أسافر دي تخرجت منه بدفع زيه زي الناس. حتى إنه يقول لي لا أنت أدفع نص الغيرة، بقول لهم بدفع زيه زي الناس عشان شنو؟ ما أحسس أولادي.
حتى انه لو قال لهم في رسوم اولادي يصروا امي زي ما الامهات دي فاتوا ودفعوا انتوا برضه بتجي تدفع. فبقول برضه بدفع زي الناس، لكن في الدراسه يعني الحمد لله بتاعت الروضه عافياني تماما. انت حاليا زوجك متوفي وابوك متوفي؟ نعم. زوجك متوفي من سنتين 2020 وابوي متوفي من 2012. من 2012 آه. في جوده شنو اللي جابكم الخرطوم؟ ما حصل الانفصال وبقت في مشاكل. كان في مشاكل. في مشاكل هاي. في مشاكل، مشاكل الجنوب والشمال، حتى انه شنو حتى العساكر يعني لا 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 الجو هناك يعني الناس حسوا انه ما في امان. يعني الناس بيجوا وافدين ساي من الجنوب وفي امراض بيجوا بقى من الجنوب، وفي المهم مشاكل كثيره يعني حتى في مشاكل غبليه ذات. عشان كده قلنا احنا رحلنا، وحتى اخواني بقوا شغلهم كله هنا في الخرطوم، قلنا لهم نخلوا والدتنا هناك برا. فالبيت ده بيت اخوي الاكبر مني وخلله امي كتر خير وجزاه الله خير، وهسه هو مؤجر في الحاجوس جملسات عشان احنا ناخذ راحتنا في البيت ويعني نكون مرتاحين. كنا وداد جات من جنوب النيل الابيض بعد المشكلة اللي حصلت هناك، أو بعد الانفصال اللي قالت إنه المكان ما عاد آمن بالنسبة ليهم، ما بيقدروا يقعدوا هناك، خصوصاً والدة كان شغال في زراعة وبقى ما في زراعة وما في مشاريع، فجات استقرت في العاصمة الخرطوم مع أخوتها عشان تقدر تلقى لها ملجأ تسكن فيه. وبعد زواجها كان عندهم قطعة أرض ما قدرت تسكن فيها أيضاً لأنه حصل فيها نزاع. قصتها اللي حكيت لكم قبل شويه وذهابها اللي مخفر الشرطه وفكوها وجات راجعه ثاني، وحاليا بتعيل ابنائها رفقه والدتها الامله في بيت اخوها، وبتعمل في اكثر من مهنه عشان تقدر توفر الرزق الحلال. دي حاله اخوتنا وداد ظاهره بالنسبه لكم، اي زول حاب يدعمها اداره البرنامج توصل لحد البيت يقف على الوضع بنفسه. نحن شاكرين لك جدا اخوتنا وداد، ان شاء الله نلقاك المره الجايه في وضع افضل وتكوني عملتي مشروعي اللي انت خدتها وهسي دي، وبديتي تجهزي حاجاتك، عملتي الثلاجه، عملتي الايس كريم، عملتي الحاجات كلها بتقدر تساعدك. نحن شاكرين لك جدا ولاستقبالك الجميل لنا، ورمضان شهر خير وبركه. ان شاء الله في الشهر الكريم ده تلقي الدعم اللي يساعدك في انه تربي اولادك بطريقه افضل. حتى يوم ذاته محكمة بيتنا انتهت يوم 19/2 الشهر الفات ده وحكموا لي القطعة، لكن برضو يعني هسا حتى الأوضة اللي فيها قايلة بالسقوط. يعني هسا أنا لو لقيت برضو زول بنى لي غرفة واحدة. لي غرفة في بيتك؟ في بيتي لو لقيت بنوا لي غرفة واحدة ما في مشكلة. طب تقدري تستقر في بيتك؟ نعم. أخوتنا وداد دي هدية بسيطة مقدمة لك من قناة الشروق الفضائية، عسى ولعل تعينك في شهر رمضان وما بعد شهر رمضان، لأنه تعملي مشروعك الخاص وتجهزي به وحاجاتك الناقصة كلها، وتقدري تعملي لأولادي الحاجة تفرحهم. كتر خيرك، شكرا جزيلا. جزاكم الله خير وبارك الله فيكم، وربنا يجعل في ميزان حسناتكم ويقدركم على أبعاد الخير إن شاء الله. إن شاء الله. بارك الله فيكم. مع كل الود والتقدير لكل أولئك الذين شاهدوا هذه الحلقة، ولكل أولئك الذين ساهموا في أن يظل هذا البرنامج داعم للمتعففين وللفقراء، لكل أولئك الذين ساهموا في أن يظل هذا البرنامج قائم ليبحث في حاجة الأسر الفقيرة والمتعففة. نهاية حلقة اليوم، تحياتي وفريق العمل، مع كل الود والتقدير.